دوت. تعالوا بقى وانتوا قاعدين كده نلف على التلفزيون ده كده. ده ايه ده؟ مبدئيا ماشي، دي صور لعيبة كورة. ماشي، انا بس عايز اقول حاجة في الكاميرا، ان احنا اول ما عرضنا اول صورة كل الاولاد مؤيدين، هو ده كابتن يماني. ده مبدئيا يعني، ده كده ايه فتح كلام، ده كابتن يماني. فخلاص بس انا عارفه ده ده جريزمان. جريزمان، برافو. لا معروف اسمع جريزمان، هما كلهم مقتنعين ده كابتن يماني. فخلاص كابتن يماني اللي بعده. اوكي، ها ده بيكي. تحفه بيكي. يا جامد يا جامد، ابراهيموفيتش، برافو. تجربتي مع الولاد كانت تجربه جميله جدا، وانا مبسوط جدا جدا ان انا كنت معاهم، وحاجه مشرفه بصراحه، وبتمنى لهم ان شاء الله النجاح والتوفيق في المرحله الجايه ان شاء الله. وانزل. في النهايه كان في مفاجاه تانيه متحضره لاتنين من اللعيبه، وهم رز وعبد الرحمن مصطفى، اللي كابتن مصر قرر يحتفل بعيد ميلادهم في حضور الضيف المعسكر. يلا حالا بالا بالا، حيا الفصل، هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد، فليحيى ابو الفصاد. واحده بقى عبد الرحمن، والنبي ادي بقى المايك لعبد، واحده ثانيه بقى لعبد الرحمن بقى. يلا يلا. كل سنه وانت طيب، بحب الاغنيه دي، ومن قلبي قريب، والسنه دي معانا واللي جاي ويانا. يلا حالا بالا بالا، حيا ابو الفصاد، هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد، فليحيى ابو الفصاد. طب عبد الرحمن طف طف الشمع. شاهين، مبسوطه ان انت كنت معانا النهارده. قبل بس ما نودعك ونقول لك سلام، عايزك بس توجه كلمه كده ليهم. والله يعني انا مش عارف اقول لك بصراحه، انا مبسوط جدا والله باللقاء الخفيف ده. احنا مبسوطين قوي انت كنت معانا. مبسوط ان انا كنت معاهم كلهم اخواتي الصغيرين، ويا رب كده ان شاء الله اشوفكم في نجاحات دايما. والله كلام من قلبي مش بقوله خلاص، انا عاوز كل واحد فيكم جه المكان ده يامن بحلمه للاخر، محدش يستسلم ولا حد يقول خلاص انا هشوف شغلانه تانية او حاجه تانية. طالما انت جيت هنا اعرف انك انت عندك موهبه كبيره، فربنا ان شاء الله يوفقكم، وبتمنى لكم كده ان شاء الله نشوفكم انجح من كل الناجحين باذن الله. شكرا لكم.